مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد ولايف جديد هنتكلم فيه على حاجتين. انا طالع ارد على كل مطبلاتي كان بيطبل لناس معينه، الناس اللي طالعه بتحارب في الاستاذ عمرو الجناين، في الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. كل واحد يا جماعه ليه راي معين وليه وجهه نظر معينه، والسوشيال ميديا اتعملت عشان كده، عشان الراي الاخر. فاطلع ارد على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ كابتن احمد شوبير وبعض المطبلاتيه والناس اللي عايز تطلع ترند على قفا الناس. وطلع ارد على واحد دخل على 90 سنه، اول لما الفلوس والكاشات دخلت حسابه بدا يتكلم ويهلل ويطبل والكلام ده كله. وهنتكلم طبعا عن النادي الاهلي وازاي النادي الاهلي النهارده هيكون مستعد بشكل مميز ان شاء الله لمباراه سيمبا التنزاني، ومخاوف بعض جماهير النادي الاهلي والتشكيل المتوقع، والنهارده اللايف مختلف. بس انا هبدا النهارده يا جماعه بحاجه مهمه جدا جدا جدا. بالنسبه للعب المباراتين في السعوديه، طلعنا من يومين، واحنا طبعا للاسف احنا الصفحه عندنا مش كبيره، صفحه صغيره، تفاعل فيها مش جامد، بس طلعنا وقلنا يا جماعه قانونيا لا يجوز اللعب بالنسبه لقاره او دوري، فرقتين في دوري او في قاره يطلعوا قاره تاني، ده استحاله. اللي بيحكم كره القدم يا جماعه حاجه اسمها الفيفا، لا تعرف تشتريها بفلوسك ولا تعرف تقبضهم ولا تعرف تديهم ولا تعرف تعمل اي حاجه، ولا عن طريق مخاطبه ال 18 نادي، ولا عن طريق من تحت الترابيزه، ولا من فوق الترابيزه، ولا من جنب الترابيزه. فكده كده مش هتعرف تقبضهم. الفيفا هو اللي حاكمك، معاك فلوس كتير بس هل هتعرف تلغي لوائح وقوانين لحاجه هي اصلا اللي مسيطره عليك، او لو الاب بتاع الليله دي كلها؟ لا. اما احنا هنا كمصريين تعرف تدي ده وتدي ده وتدي ده وتدي ده، ويجي يقول لك ايه؟ اصل ده استثمار، اصل بنعلم ان شاءنا الرياضه المصريه، ان شاءنا الرياضه المصريه مش محتاجينك، مش محتاجين منك فلوس اصلا. اهلي وزمالك دول تاريخ بقى لهم اكتر من 120 سنه. ده طبيعي وكده كده الناس هتتفرج على اهلي وزمالك، ده مصنف من اقوى 7 دربيات على مستوى العالم، بيتساوى بكلاسيكو الارض برشلونه وريال مدريد، باي سي ميلان وانتر ميلان. بيتساوى بريفر بليت النادي القوي جدا في طبعا الارجنتين وبوكا جونيورز، فانت بتساوي ايه بايه؟ فاحنا كده كده الدوري بتاعنا معروف جدا، الديربي ده معروف جدا على مستوى العالم، فمش هنطلع نجمل ونعمل ونتكلم في قصص مالهاش لازمه. تصريح الكابتن او الاستاذ عمرو الجنايني ان اي زملكاوي يرفع راسه لفوق هو حقه، هو حر، راجل زملكاوي يقول رايه زي ما هو عايز، انت مش تحجر على الراي. ناس مالهاش اي صفه وبتطلع بتهاجم وبتطلع تنتقد وبتطلع تعمل، انت دلوقتي عامل قناه رياضيه او عامل صفحه على يوتيوب او عامل قناه على اليوتيوب او عامل صفحه، انت النهارده المفروض تطلع تتكلم بحاجه، مش تطلع تتكلم بحاجه يبقى انت قابض وش. فانت قابض يعني المفروض انت تداري وشك، وعمال تتكلم وتقول وتسوي. يا عم الراجل طلع وقال اي زملكاوي يرفع راسه لفوق، ايه المشكله؟ انا حر اقول رايي زي ما انا عايز كراجل زملكاوي وراجل مشجع. ارفع راسك انت زملكاوي، ايه المشكله؟ انا راجل زملكاوي، الزمالك هيتغلب من الاهلي 900 مره هفضل زملكاوي، ايه المشكله؟ هو شرط عشان النادي الاهلي بيكسب على طول يبقى انا هشجعه؟ ايه المشكله ان انا اقول رايي؟ وايه المشكله ان انا اشجع نادي؟ سواء بقى الزمالك، شرقيه، ترسانه، اي حاجه، مش شرط عشان انت اللي بتكسب ورقم واحد في مصر اشجعك. كل واحد بيحب ناديه وكل واحد ليه انتماء. دي حاجة، الحاجة التانية المفروض المعالي المستشار الراجل اللي بيخاطب دول اللي العالم كله المفروض بيحبه وبيحترمه، المفروض أنت طلع متحدث رسمي يتكلم، أنت مالكش دعوة بيه، ده راجل موظف وراجل ليه وضعه، ما تطلعش ترد عليه أصلاً، أنت المفروض قيمة وقامة أكبر من كده، ده المفروض. بس معنى إن الراجل ده استفزك فأنت طلعت ترد. لو الراجل ده ما استفزكش، المتحدث الرسمي الراجل المحترم باسم نادي الزمالك، لو ما طلعش اتكلم صح واستفزك وما طبلش، عشان كده انت طالع ترد عليه بنفسك. بنفسك. طبيعي ان نادي الزمالك، اصلا نادي الزمالك وافق قبل الاهلي، ايه المشكله؟ ما كده كده الناديين هيوافقوا. الماتش هنا في مصر ب 3 جنيه في السعوديه بمليون دولار. اكيد يعني يا جماعه هنوافق. يعني سواء اهلي سواء زمالك كده كده هيوافقوا.
اصل الاهلي كان هياخد اكتر من الزمالك، طب ايه المشكله؟ ما ده الطبيعي، القيمه التسويقيه للاهلي اعلى بكتير، القاب الاهلي اعلى بكتير. هل ده معناه ان احنا كزملكاويه نزعل ان النادي الاهلي ياخد اكتر من الزمالك؟ طب ما ده طبيعي، ده طبيعي يعني على مستوى العالم كله، مفيش نادي بيتقارن بنادي، التاريخ هو اللي بيقول النادي الاهلي بطولاته اعلى، النادي الاهلي في افريقيا اعلى، قاريا اعلى، دي ما فيهاش مشكله. فان ياخد اكتر من الزمالك ده عشان قيمته التسويقيه اعلى وبيبيع اكتر، ايه المشكله؟ فمعنى ان انت نزلت بالمستوى ان انت ترد على موظف، يبقى معنى كده ان الراجل ده اتكلم صح او التصريح استفزك. فزي ما انت ليك الحق انت تنشر على تويتر والناس تطبل لك، زي ما كل الزملكاويه ليهم الحق ان هم يقولوا رايهم من اصغر عامل لاكبر واحد. وبالنسبه للتصريحات بتاعه الاستاذ حسين لبيب مع طبعا الاستاذ عمرو اديب، ده كان بيضرب في مرتضى منصور لما قال لك تركي آل الشيخ او معاه المستشار تركي آل الشيخ، كنا عايشين على او نادي الزمالك كان عايش على المعونات بتاعته، ايه المشكله؟ انت طالع تضرب في المستشار مرتضى منصور وعامل نفسك انت بقالك شهرين ثلاثه لسه ما شفناش حاجه، جبت 17 18 لعيب ولا لعيب يصلح فيهم غير اثنين او ثلاثه بس، هو ضحك على الدقون بالنسبه للجماهير، وطالع بتضرب في المجلس القديم. فتركي آل الشيخ كان هو اللي بيصرف على النادي، والكلام ده ما كانش عليه اساس من الصحه نهائي. تركي آل الشيخ كان دعم النادي بصفقتين فقط لا غير، فقط لا غير، كان فرجاني ساسي ومش بن شرق كمان وخالد بوطيب، تقريبا هم دول الاثنين اللي دعمهم المستشار تركي آل الشيخ، واحد او على ما اتذكر يعني، ان الراجل بقاله سنين بعيد عن مصر. فان انا اطلع اقول رايي كراجل زملكاوي، ايه المشكله؟ وبصراحة المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حطها في مقتل، قال لك احنا يوم 15 في الشهر هنتوجه لاستاد القاهرة لان المباراة خاصة بنادي الزمالك وموعدنا الساعة كذا في الوقت كذا. راجل محترم، متحدث رسمي محترم، بيعرف يتكلم، عنده لباقة في الكلام، يقول رأيه زي ما هو عايز، ان شاء الله يقول اغنية عمرو دياب، هو حر. كونك بقى انت تطلع ترد عليه يبقى التصريح استفزك، يبقى الوضع استفزك. ونادي الزمالك مش محتاج حاجه من حد يا جماعه، مش محتاج. لو نزل درجه تانية هنفضل نشجعه، نادي الزمالك لو نزل درجه تانية هنفضل نشجعه، ده انتماء، حاجه بتحبه، زي ما النادي الاهلي جماهيره بتحبه، نادي الزمالك جماهيره بتحبه، نادي الترسانه، نادي الاسماعيلي، نادي نادي نادي. امبارح الاسماعيلي يا جماعه كسب في اخر دقيقه، اسماعيليه كانت كلها ولعه، كانت كلها اسماعيلي اسماعيلي، مع ان الفريق في المركز 13 14، الانتماء ده ما بيتغيرش، احنا بنحب النادي معين يبقى خلصت. اطلع بقى اطبل واخد فلوس وراجل شايب عنده اكتر من 90 سنه وعمال يتنطط ويعمل ومالكش انت ترفع راسك، اصلا انت مش زمالك، انت مالك يا عمي؟ انت مالك؟ انا اطلع اقول رايي زي ما انا عايز. انت قبضت اول الفلوس دخلت الحساب رحت ترك متكلم. والراجل عمل والراجل سوى والراجل عمل والراجل سوى، اولا يا جماعه من الاخر من الاخر من الاخر، القصه دي من الاخر كان شغل شو ترندات. واحد بحجم المستشار تركي آل الشيخ ما تقنعنيش ان هو ما عندوش تحت ايده ستاف كامل بيفهم في اللوائح والقوانين. فالفكره دي اتطرحت لشو اعلامي معين. الدنيا بقى بدات تهدى، الدنيا بدات تطلع، الدنيا ما عادتش زي الاول في مصر، فقال لك نطلع باي ترند او اي شو اعلامي. وهدي للاهلي مليون دولار وهدي الزمالك 100 مليون دولار، كل ده شو ملوش اي اساس من الصحه. ما تقنعنيش ان ما يعرفش الكلام ده، لان المفروض الراجل ده تحت ايده ستاف فاهم في كل اللوائح والقوانين بالسنتي. ده اللي انا كنت طالع ارد عليه، لان يا جماعه انا شايف من الموضوع من الاول شو اعلامي. شو اعلامي. الدنيا بدات تهدى معاه في مصر، محدش بدا يتكلم معاه، محدش بدا يجيب سيرته، فقال لك اطلع بترند. اطلع بشو. بدليل حاجه ان رد على المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، يعني يا ريت رد على رئيس نادي الزمالك، رد على رئيس اتحاد الكوره، رئيس الفيفا، نائب رئيس الفيفا، متحدث رسمي باسم الفيفا، ما ردش على الناس دي خالص، رد على متحدث رسمي. يبقى انت النهارده بتجيب اهلي وزمالك، انت المفروض تتعامل مع الفرقتين بمكيال واحد، المفروض تتعامل مع الفرقتين ان هما الاثنين قطبي الكره المصريه. عشان كده انت هتدفع مليون دولار او 2 مليون دولار في ماتش في 24 ساعه،
انت مش جايب الاهلي لوحده، الاهلي مش هيلاعب الترسانه ولا هيلاعب انبي ولا هيلاعب المحله ولا هيلاعب بلديه المحله، انت جايب الماتش ده في السعوديه وهتدفع كده على اساس ان اهلي وزمالك، اهلي لوحده ما كنتش جبت المباراه، اما اهلي وزمالك وقصه ان انت النادي الاهلي عنده مباراه بعدها باربع ايام مع فريق افريقي، ده ملوش اساس من الصحه يا جماعه. معنى ان انت جبت الفرقتين في كاس مصر دي مباراه واحده وبطوله مستقله، وبطوله مستقله مش دوري في 20 فرقه ولا 18 فرقه، مفيش اي تكافؤ. انت كده في فرق بتمحيها وفي فرق بتعلي. ده كان وجهه نظر اللي كنت لازم اطلع اقولها على الناس اللي بتقعد تطبل، على الناس اللي بتقعد تفخم. الناس طبعا اول لما الفلوس تخش ارزع، وكله فاكر ان نادي الزمالك ملوش ظهير جماهيري وملوش ظهير اعلامي. لا يا جماعه، نادي الزمالك اكثر من 40 مليون مصري بيشجعه، في ساحات اعلاميه ومنصات اعلاميه كتير بتشجعه، ولازم نطلع نرد. ما بننتقدش النادي الاهلي، النادي الاهلي معروف يا جماعه، انا راجل زملكاوي بعترف ان النادي الاهلي افريقيا رقم واحد، قاريا رقم واحد، النادي الاهلي من اقوى 10 انديه على مستوى العالم تاريخيا، دي حاجه لازم نعترف بيها. وانا كراجل نادي الاهلي بيلعب اي فرقه بره بكون مبسوط ان النادي الاهلي بيكسب، بيلعب باسم مصر، لان نادي كبير ونادي محترم جدا، وبنحترم ادارته وبنحترم وضعه الاحترافي، وان هو اكبر مؤسسه رياضيه في مصر، اكبر من اتحاد الكوره. ده بقى مش معناه ان انا كراجل زملكاوي ما اشجعش الزمالك، ده مش معناه ان انا اكسر في نادي، ده مش معناه ان انا ما اقفش جنب نادي لما اي مطبلاتي يطلع يهجس. والمشكله اللي بيطلع يهجس ما بيعرفش يجمع كلمتين على بعض. احنا في ايام مفترجه والواحد يعني ما ينفعش يقول الكلام ده، بس حاجه مستفزه بصراحه. داخل في 90 سنه وعمال تعمل لي في ريلز وعمال تعمل لي في شورتس وعمال تعمل في قصص وافلام وانت مالكش دور اصلا. يعني انت مالكش دور نهائي، لا لك علاقه باهلي ولا بزمالك، ويقول لك مصادرنا، يجيب الموبايل يا جماعه يطلع يجيب موقع فلان وموقع علان ويقرا منه ويقول لك اخبارنا ومصادرنا. ده انت طالع بتقرا للناس. طب ما هو من باب اولى الناس تقرا، خش الموقع وتقرا فيه. دي النقطة اللي أنا كنت طالع أتكلم فيها النهاردة يا جماعة. أتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني النهاردة، مباراة صعبة ومباراة قوية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للناديين، ويعني إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي